بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، بإذن الله عز وجل اليوم بدنا نشرح مايكروبيولوجي السيتوبلازميك ميمبرين. يا أخوانا احنا قلنا السيتوبلازم بيكون اوتر للبيبتيدوغلايكان، تمام؟ السيتوبلازمك ميمبرين هو ميمبرين يحيط في السيتوبلازم ويحتوي على فوسفوليبيد باي لاير، يعني الانسان يحتوي على فوسفوليبيد باي لاير، والبروكاريوت او البكتيريا تحتوي على فوسفوليبيد باي لاير، لكن هذا بيختلف عن هذا. ليش؟ في الانسان يحتوي على ستيرول، في الايوكاريوت في انا عندي ستيرول، اما في البروكاريوت مش موجود ستيرول، عند البكتيريا مش موجود ستير، ما عدا بكتيريا واحدة فقط عندها في السيل ميمبرين تبعها ستيرول. حذر ايش هي؟ صحيح، هي تلك البكتيريا اللي ما عندها وول، هي تلك البكتيريا اللي فقط عندها بلازما ميمبرين، هي بنسميها المايكو بلازما. المايكو بلازما هي الوحيدة اللي عندها في السيل ميمبرين، في السيل ميمبرين اللي عندها ستيرول، وباقي البكتيريا ما عندهم ستيرول. ما وظيفة السيل ميمبرين؟ اكتيف ترانسبورت للمولكيول انسايد ذا سيل، بيعمل ترانسبورت للمولكيول من برا لجوا البكتيريا او من جوا لبرا. انرجي جينيريشن بالاوكسيداتيف فوسفوريليشن، بتصنع الطاقة بالاوكسيداتيف فوسفوريليشن. مع العلم البكتيريا ما فيها ميتوكوندريا لكن بتصنع الطاقة، البكتيريا ما فيها ميتوكوندريا لكن بتصنع الطاقة، والمسؤول على صناعة الطاقة الميمبرين، سيل ميمبرين تبعها. أيضا بتصنع مواد بريكيسول للسيل وول، وأيضا عندها إنزيمات وبتصنع توكسيك، بتصنع إنزيمات وبتصنع توكسيك، كل هذا بشغل السيل ميمبرين. طيب السيتوبلازم يا أخواننا يحتوي على تو أريا، اريا بنسميها نيوكليويد. النيوكليويد هي تلك المنطقة التي تحتوي على الدي ان اي، واحنا عارفينها لا مش محاطة بالميمبرين، يعني مش محاطة بالنيوكليوس ميمبرين او النيوكليويد ميمبرين، هي تلك المنطقة التي تحتوي على دي ان اي بنسميها نيوكليويد، والمنطقة الاخرى بنسميها امورفورس ماتريكس. امورفورس يحتوي على رايبوزوم، يحتوي على جرانيول، الجرانيول تحتوي على ليبيد، تحتوي على جلايكوجين، تحتوي على بروتين، هذه الجرانيول يعني تحتوي على الطعام. وايضا انا عندي الميتابولايت موجوده في الامورفورس ماتريكس السيتوبلازم، ويحتوي ايضا على بلازمين. لاحظ امورفوركس يعني غير متجانس، هل الرايبوزوم متجانس مع الجرانيول؟ لا، فاذا يحتوي السيتوبلازم على مركبات غير متجانسة أو غير متماثلة. طيب الريبوزوم تبع البكتيريا هو مكان لصناعة البروتين، زي ما إنه مكان لصناعة البروتين في الإيوكاريوت هو الريبوزوم، لكن الريبوزوم في البروكاريوت مكان لصناعة البروتين لكن بيختلف عن الإيوكاريوت، فحجمه 7S، يتكون من 5S وحدة بنائية كبيرة و5S وحدة بنائية صغيرة، وبالتالي الريبوزوم تبع البكتيريا بيختلف عن الريبوزوم تبع الإنسان. طيب وأيضا يا أخوان إحنا بالإنسان بعد ما نصنع البروتين بيطلع بروتين أولي، ففي أنا عندي بوست ترانسكريبشن موديفيكيشن، عند الإنسان بعمل بوست ترانسكريبشن بوست ترانسليشن موديفيكيشن، وبرضه في بوست ترانسكريبشن، مش الدي ان اي بتحول الى ار ان اي بالترانسكريبشن، وبطلع ار ان اي اولي بدي اعمل له عمليه موديفيكيشن الى ماتيور ار ان اي بوست ترانسكريبشن، بعديها بروح على الريبوزوم، الار ان اي بتحول الى بروتين لكن بروتين اولي، بده عملية ترانسليشن بوست ترانسليشن موديفيكيشن، تحويل الدي ان اي الى ار ان اي ترانسكريبشن، والار ان اي الى دي ان الى الار ان اي الى بروتين بنسميه عملية ترجمة او عملية ترانسليشن، وانتم عارفين هذا الكلام. في البكتيريا فيش عملية معالجة، فيش عملية بوست ترانسكريبشن موديفيكيشن، فيش عملية بوست ترانسليشن موديفيكيشن، فيش عملية معالجة، لا عملية معالجة في النسخ ولا عملية معالجة في الترجمة. البكتيريا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد فيش عندها انترون، البكتيريا يا اخواننا فيش عندها انترون،
تمام، هذه مهمة نقطة. والبكتيريا، عشان الريبوزوم تبع البكتيريا بيختلف عن الريبوزوم تبع الإنسان، بنقول ريبوزوم البكتيريا بصنع أنتي بودي ضد هذا الريبوزوم. تمام، بصنع أنتي بودي ضد هذا الريبوزوم أو أنتي بايوتيك ضد هذا الريبوزوم، عشان أنا يعني بصنع ريبوزوم ضد بصنع أنتي بودي ضد ريبوزوم البكتيريا، وبالتالي لا يهاجم ريبوزوم الإنسان. الجرانيول بدنا نعرف حاجتين مهمة من الجرانيول. في بعض الجرانيول بتحتوي على مثلا جلايكوجين، بعض الجرانيول بعض الجرانيول بتخزن بروتين، بعض الجرانيول بتخزن ليبيد، بعض الجرانيول بتخزن طاقة. هذه الطاقة على شكل ميتا فوسفيت، اذا هيو على شكل بوليمرايز ميتا فوسفيت. اسم الجرانيول اللي بتخزن الطاقة على شكل بوليميرايز ميتا فوسفيت هو الفولوتين اللي بدك اياه. تمام، اذا الفولوتين هو اسم الجرانيول اللي بيخزن الطاقة على شكل ميتا فوسفيت. الان وبدنا نفهم ايضا مهمة جدا في الجرانيول، هلقيت في بكتيريا اسمها ايش اسمها يا اخوانا؟ كورني بكتيريوم. وين شفنا الكورني بكتيريوم؟ شفنا الكورني بكتيريوم لما اخذنا في اشكال البكتيريا، لقينا هذه الكورني عبارة عن باسيلاي شكلها شكل الكلب، اي شكلها شكل مضرب التنس او ما شابه، فسموها كورني بكتيريوم. هذه الكورني بكتيريوم ديفثيريا، كورني بكتيريوم ديفثيريا تحتوي على جرانيول. هذه الجرانيول لو انت صبغتها بالميثيلين بلو، الاصل تعطي لك لون البلو، لكنها بتعطيني لون الريد. فانت صبغتها بصبغه بلو واعطتني لون الريد، هذا الاشي بسميه ميتا كروميجيا جرانيول. ايش بسميه؟ ميتا كروميجيا او ميتا كروماتيك جرانيول، انه انت بتصبغ بلون وبيعطيك لون اخر. وين هذه بلاقيها؟ بلاقيها في الكورني بكتيريوم ديفثيريا. فأنا بدي أعرف في الجرانيول، الجرانيول موجودة في السيتوبلازم، بتخزن الأكل، بتخزن البروتين، بتخزن الليبيد، الجلايكوجين. الجرانيول اللي بتخزن الطاقة على شكل ميتا فوسفيت بسميها فولوتين. طيب هذا الفولوتين اسمها، وفي أنا بكتيريا اسمها كورني بكتيريوم ديفتيريا. لو انت صبغت الكرانيول بالميثيلين بلو ما بتطلع عندك بلو، انما بيطلع عندك اللون الريد. شايفين هاي اللون الريد؟ شايفين كيف الكرانيول باللون الريد؟ شايفين هاي الريد 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 لون ريد، مع انه انت صبغتها بلون ميثيلين بلو. هاي الكورني بكتيريوم ديفتيريا صبغت انت الكرانيول. طيب صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. النيوكليويد هو ذلك المكان في السيتوبلازم الذي يحتوي على دي ان اي، والبكتيريا تحتوي على سنجل دي ان اي واحد، فقط كروموسوم واحد. هذا الكروموسوم يحتوي على 2000 جين. الكروموسوم تبع البكتيريا يحتوي على 2000 جين، ويحتوي على 2^10^9 بيز بير من النيوكليوتيد. بيز بير هذول الـ2^10^9 بيز بير يحتوون على 2000 جين. تمام. الكروموسوم تبع البكتيريا بيكون سيركيولر، وبيكون دبل سيركيولر كروموسوم، بيكون مدور زي كده، هيو سيركيولر وهو دبل. هذا الكروموسوم ويحتوي على كروموسوم واحد فقط. تمام، ولاحظ انا ما في عندي نيوكليار ميبرين، ما في عندي نيوكليولاس، ما في عندي نوية، ما في عندي ميتوتيك سباندل، فيش سباندل الميتوتيك سباندل، ما في عندي هستون. انا بتكلم في البروكاريوت في البكتيريا. وبالتالي يا اخواننا في اختلافات بين البروكاريوت، وفي اختلافات بين الايوكاريوت، وما في عندي انترون في البكتيريا، فما في بوست ترانسليشن وبالتالي، ولا في عندي بوست ترانسكريبشن موديفيكيشن. وبالتالي في البكتيريا النيوكليويد لا تحتوي على ميمبرين اللي هو النيوكليار ميمبرين، لا تحتوي على نوية، لا تحتوي على هيستون، لا تحتوي على اسبندل مايتوتيك. وبالتالي
ولا تحتوي على انترون، ولا تحتوي على انترون، بعكس مين؟ الايوكاريوت او الانسان. طيب الان يا اخواننا بدنا ناخذ البلازميد. البلازميد عباره عن كروموسوم دبل ستراند وسيركيولار دي ان اي، يعني هو سيركيولار ودبل ستراند، لكنه هذا الدي ان اي اكسترا كروموزومال. يعني هذا البلازميد هو عباره عن دبل ستراند من السيركيولار دي ان اي، اذا هذا البلازمين دبل ستراند من السيركيولار دي ان اي، لكن هذا الدي ان اي برا كروموسوم الخليه. يا اخواننا لو واحد سالك هل البلازميد عباره عن كروموسوم؟ لا. هل البلازميد عباره عن الكروموسوم؟ لا. لماذا؟ لان الخليه لا تحتوي الا على كروموسوم واحد وفقط، اللي هو موجود في النيوكليوتويد. اذا في النيوكليوتويد الان لو واحد سالك سؤال البلازميد عباره عن ايش؟ عباره فقط عن دي ان اي وليس كروموسوم. يا اخواننا هناك فرق شاسع بين كروموسوم وبين الدي ان اي، ولا لا؟ هو الدي ان اي موجود داخل الكروموسوم ويحتل مساحه صغيره جدا جدا فقط من الكروموسوم. يعني دي ان اي جزء بسيط جدا من الكروموسوم، وانتم عارفين هذا الكلام. حتى يمكن اعتقد الدي ان اي 5% فقط من كل الكروموسوم، وبالتالي البكتيريا لا تحتوي الا على كروموسوم واحد، تمام، الذي يحتوي على الدي ان اي. لكن في انا عندي بلازميد يحتوي على الدي ان اي لكنه اكسترا كروموسوم، مش داخل الكروموسوم، تمام. والدي ان اي تبع البلازميد سيركيولر، وبرضه بيقدر البلازميد الدي ان اي اللي موجود فيه يعمل عمليه ريبليكيشن اندبندنت بشكل مستقل عن الكروموسوم الاصلي تبع البكتيريا. يعني هو بيقدر يعمل عمليه ريبليكيشن وتضاعف وكذا اندبندنت، وايضا بيقدر يا اخوان يعمل عمليه انتجريتد، بيقدر يعمل عمليه مشاركه بين البلازميد دي ان اي والكروموسوم دي ان اي تبع البكتيريا، فبصير عمليه مشاركه بيناتهم، ممكن يصير عمليه تبادل للماده الوراثيه بيناتهم وهكذا. والبلازميد موجود في الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف، والبلازميد يتضاعف بشكل اندبندنت بشكل مستقل عن الكروموسوم الاصلي تبع البكتيريا، والبلازميد يحتوي على دي ان اي ممكن يتشارك الدي ان اي تبع البلازميد مع الدي ان اي تبع البكتيريا نفسه تبع الكروموسوم تبع البكتيريا، ممكن يصير تشارك ونقل للجينات. الان في انا عندي نوعين من البلازميد، واحد بسميه ترانسميسبل بلازميد، واحد بسميه نون ترانسميسبل بلازميد. ايش هذا؟ الترانسميسبل بلازميد بيقدر ينقل الجينات تبعوته، بيقدر ينقل جيناته من بكتيريا لبكتيريا، من بكتيريا لبكتيريا عن طريق الكونجوجيشن. كيف الكونجوجيشن؟ وهذا طبعا بتكون تيوب بتوين البكتيريا الاولى والبكتيريا الثانيه، وبتنتقل الماده الوراثيه فالبلازميد اللي قادر على انه ينقل الماده الوراثيه تبعته من بكتيريا لبكتيريا بسميها ترانسميسبل بلازميد. وهذا البلازميد العدد تبعه موجود في البكتيريا فقط من 1 لـ 3 بس، العدد هذا قليل العدد، لكن البلازميد حجمه كبير من 40 ل 100 مليون. يعني تخيل يا اخواننا لما البلازميد بده ينتقل الجينات من بكتيريا الى بكتيريا بينتقل 40 ل 100 مليون بيز بير، يعني حجمه كبير لكن عدده قليل. يعني الترانسميسبل بلازميد عدده قليل، واحد بلازميد او اثنين او ثلاثه فقط، لكن هذا الواحد الموليكيولار ويت تبعته من 40 ل 100 مليون، يعني حجمه كبير، تمام. طب انا كيف يا اخوانا بدي انقل البلازميد من مكان لمكان؟ عن طريق السكس بيلاس. مش احنا قلنا يا اخوانا البلاي هذه الشراشيب اللي بتكون حوالين البكتيريا عباره عن بلاي عشان تقدر البكتيريا تمسك في سطح الانسان او في السطح اللي بدها تيجي عليه. لكن في نوع خاص من البلاي بسموه سكس بلاي. هذا السكس بلاي بيخلي بكتيريا تمسك مع بكتيريا عشان ينتقل البلازميد من البكتيريا الاولى للبكتيريا الثانيه، السكس بلاي.
تمام. في انا عندي نون ترانسميسبل بلازميد. نون ترانسميسبل بلازميد هو ذلك البلازميد اللي ما بيقدر ينقل جيناته من بكتيريا لبكتيريا. لاحظ انا بتكلم من بكتيريا لبكتيريا وليس من البلازميد للكروموسوم تبع نفس البكتيريا. يا اخواننا المحترمين، انا البكتيريا نفسها تحتوي على بلازميد وتحتوي على كروموسوم وتحتوي على ايش؟ كروموسوم. لو انتقل الجينات من البلازميد للكروموسوم تبع نفس البكتيريا بسمي هذه الحالة يا اخواننا ترانسبوزون بسمي هذه الحالة. لكن لو انت تنتقل الجينات من البلازميد تبع بكتيريا ألف لبلازميد تبع بكتيريا بي، أو من البلازميد تبع بكتيريا ألف إلى كروموسوم تبع بكتيريا بي، بسمي هذا الإشي ترانسميسبل بلازميد أو ترانسدكشن. بسمي هذه العملية عملية الترانسدكشن أو الترانسميسبل بلازميد. فالنون ترانسميسبل بلازميد هو ذلك البلازميد اللي ما بيقدر يطلع الجينات تبعته لبكتيريا أخرى، لكن ممكن يقدر يطلع الجينات تبعته لوين؟ لنفس البكتيريا، يعني للكروموسوم تبع نفس البكتيريا، تمام؟ يعني النون ترانسميسبل بلازميد هو ذلك البلازميد اللي ما بيقدر يطلع جيناته لبكتيريا اخرى، تمام؟ تمام. وهذا عدد كبير في الخليه، من 10 ل 60 كوبي، عدد كبير. لكن الجينات تبعته صغيره، من 3 ل 20 مليون جيناته ايش؟ حجمه صغير، بدناش نقول جيناته، حجمه صغير. حجمه من 3 ل 20 مليون المولكيولار ويت تبعته، يعني 3 ل 20 مليون البيز بير. فبالتالي الترانسميسبل بلازميد حجمه كبير لكن عدده قليل. هنا النون ترانسميسبل بلازميد حجمه صغير لكن عدده كتير. طيب يا اخوانا، ما وظيفه البلازميد؟ البلازميد يحتوي على جينات عباره عن انتي بايوتيك ريزيستنت. ايش يعني؟ يعني هذه الجينات مقاومة للأنتي بيوتيك. فتخيل لو هذا البلازميد نقل جيناته من بكتيريا لبكتيريا أخرى، فالبكتيريا الأخرى حتستقبل جينات أنتي بيوتيك ريزيستنت، فبتصير البكتيريا الأخرى أيضا مقاومة لمين؟ للأنتي بيوتيك. أيضا البلازميد يحتوي على ريزيستنس للهيفي ميتال. يا إخواننا الهيفي ميتال قاتل للبكتيريا، فالبلازميد عنده ريزيستنس للهيفي ميتال. زي ايش الهيفي ميتال؟ زي الميركوري، تمام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فتخيل البلازميد عنده جينات بتقاوم الميركوري او الزئبق اللي موجود في المنظفات في الانتيسيبتيك، يعني في الانتيسيبتيك، فبيكون البلازميد مقاوم للمنظفات. طبعا كيف؟ عن طريق حاجة بسميها يا اخواننا انزيم اسمه ريدكتيز انزيم. فهذا الريدكتيز انزيم هو الانزيم اللي بيحفظ الخلية البكتيرية من مين؟ من الهيفي ميتال زي الميركوري، تمام. ايضا البلازميد عنده ريزيستنس للالترا فيوليت. ليش؟ عشان البلازميد عنده القدرة على دي ان اي ريبير انزيم، عنده انزيمات انه يعمل دي ان اي ريبير، يعمل دي ان اي ليبر، وبالتالي بيحفظ الخليه من الالترا فايوليت. الان البلازميد بيقدر ينتج الاكزوتوكسين، وايضا البلازميد بيقدر ينتج البيلاي. هذه البيلاي بتخلي البلازميد يمسك في هذه البيلاي يتم انتاجها من البلازميد، تمام. فهذه البلاي بتساعد البكتيريا تمسك في المكان اللي هي بدها تهاجمه. يعني لو بدها تهاجم الاندوثيليال سيل، بتساعد البلاي هذه البكتيريا تمسك في الاندوثيليال سيل. وبالتالي فالبلازمين عنده جينات للانتي بايوتيك ريزيستنس، يعني بصنع انزيمات. البلازميد عنده جينات انه يصنع لي انزيمات للانتي بايوتيك ريزيستنس، وعنده جينات يصنع انزيم اسمه ريدكتيز انزيم. هذا الانزيم بيحفظ البكتيريا من الهيفي ميتال،
زي الميركري اللي موجود في المنظفات والانتيسبتيك، وايضا البلازميد عنده انزيمات يعمل دي ان اي ريبير فبيحمي البكتيريا من الالترا فايولت، والبلازميد عنده جينات يصنع الاكزوتوكسين، والبلازميد عنده جينات يصنع الفيمبريا او البلاي بتساعد الخليه البكتيريه انه تمسك في السطح اللي بدها تروح تهاجمه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. تمام. طيب الان يا اخواننا ايضا اشياء اخرى موجوده في البكتيريا لكن مش من البلازميد، يعني مش البلازميد اللي انتجها. تمام. حاجه بسميها البكتيريوسين. البكتيريو ايش؟ سين. البكتيريوسين بتصنعها انواع معينه من البكتيريا، وهذه بتكون بتقتل بكتيريا اخرى. اذا البكتيريوسين هي مواد سامه توكسيك تصنع من بكتيريا لقتل بكتيريا اخرى. تمام. طب ليش؟ يعني انا يا اخوانا في انا عندي الاكل ناقص والظروف صعبه وكذا، تمام، فانا بكتيريا بطلع سموم عشان اقتل البكتيريا الاخرى عشان الاكل يضلوا الي وحدي، عشان الاكل يضلوا ايش؟ الي وحدي. كيف هذه بتعمل؟ كيف يعني هذا السموم بتقتل البكتيريا الاخرى؟ بتعمل degradation of bacterial cell membrane عن طريق يعني produce pore in the membrane. كيف يعني؟ انا يا اخواننا هذه البكتيريا، بتصنع سموم، هذا السموم بيروح على البكتيريا الاخرى وبيعمل فتحات في السيل ميمبرين، بيعمل فتحات يعني هاي البكتيريا فبيجي السم هذا او التوكسيك بيعمل فتحات في السيل ميمبرين، بيعمل بور في السيل ميمبرين، بيعمل فتحات. لما يعمل فتحات بدمر الخليه من جوا، بيفرز انزيمات اللي هو دي ان ايز، بيفرز انزيمات عباره عن دي ان ايز بروح بدمر الدي ان اي تبع البكتيريا، والدي ان اي تبع البكتيريا اصلا مش محمي بميمبرين، مش محمي بميمبرين، وبالتالي اول شيء هذا التوكسيك بيعمل بور، بيعمل بورز فتحات، ثم بفرز الدي ان ايز بدخل من هذه الفتحات عشان يروح يدمر البكتيريا، واصلا هذه الفتحات لحالها بتمرق ميه بتدمر البكتيريا، وبتمرق سموم بتدمر البكتيريا. تمام. طيب الان زي ايش يا اخوانا من البكتيريا اللي بتنتج لي التوكسيك؟ زي بكتيريا بيسموها الاشيريشيا كولاي. اذا بكتيريا الاشيريشيا كولاي بتنتج توكسيك اسمه كوليسين، اسم التوكسيك كوليسينز، كوليسين. اذا اسم التوكسيك اللي بتفرزه الاشيريشيا كولاي كوليسين. لاحظ من كولاي خلص خليها كولي سين، اسم السم، اسم السم كولي سين. ايضا بكتيريا اخرى اسمها سودومونا، اسمها ايش؟ سودومونا، سودومونيا، سودومونا ار يو جينوزا. اذا اسم البكتيريا سودومونا ار يو جينوزا. اذا سودومونا اريوغونوزا ايضا بتفرز سم اسمه بايوسين، اسم السم بايوسين. تمام. اذا البكتيريا الاولى اشيريشيا كولاي بتفرز البكتيريوسين، وعرفنا ايش يعني بكتيريوسين، هي ماده بتفرزها بكتيريا لقتل بكتيريا اخرى. البكتيريوسين كيف بيقتل البكتيريا الاخرى؟ بيعمل بور في السيل ميمبرين للبكتيريا الاخرى، ثم بيدخل الدي ان ايز على البكتيريا عشان يعمل ديجراديشن للدي ان اي، عشان يعمل ديجراديشن للدي ان اي. البكتيريوسين، بكتيريوسين اسمه كوليسين اللي بتفرزه بكتيريا الاشيريشيا كولاي، والبكتيريوسين اسمه بايوسين اللي بتفرش اللي بتفرزه سودومونا اريوغونوزا عشان تقتل البكتيريا ايش؟ الاخرى. فانا ايش استفادوا الدكاتره من البكتيريوسين؟ انه لو انا بكتيريا ما بتستجيب للانتي بايوتيك، عندها انتي بايوتيك ريزيستنس، بروح احط لها بكتيريوسين، ما هو البكتيريوسين قاتل للبكتيريا، فبروح احط لها بكتيريوسين، فاستخدموا البكتيريوسين لقتل البكتيريا، يعني العلماء. تمام. ايضا يا اخواننا في بكتيريا بتعمل فيكسيشن للنيتروجين، فبتثبت النيتروجين وين؟ في جذور ها
في جذور عقد الليجيومز، في جذور عقد ايش؟ الليجيومز. الليجيومز يعني زي ما انتم عارفين البقوليات. اذا في عقد الليجيومز، في جذور عقد الليجيومز بتم تثبيت النيتروجين عن طريق بكتيريا بسموها ريزوبيوم. ريزوبيوم، اذا بكتيريا الريزوبيوم ايش وظيفتها؟ لها وظيفه خاصه، مش كل البكتيريا بتعمل هذه الوظيفه، انما بكتيريا الريزوبيوم بتعمل وظيفه تثبيت النيتروجين على جذور عقد الليجيومز. طيب بكتيريا بتعمل تيومر، بكتيريا بتعمل تيومر في البلانت، ايش اسمها؟ اجرو، اجرو بكتيريوم، اجرو بكتيريوم بتعمل تيومر. طيب بكتيريا بتفرز انتي بايوتيك، بكتيريا تخير سبحان ربي، بكتيريا بتفرز انتي بايوتيك زي ايش؟ زي ستريبتومايسز، ستريبتومايس. اذا بكتيريا اسمها ستريبتومايس بتفرز انتي بايوتيك. يعني هان الريزوبيوم بتثبت النيتروجين، الاجرو بكتيريوم بتعمل تيومر، الاشيريشيا كولاي والسودومونا ارجيونوزا بتثبت بتعمل افراز البكتيريوسين، البكتيريوسين هنا الستريبتومايسنس بتفرز الانتيبادي. يعني انا بستخدم الستريبتومايسنس مايس مايسس انه تفرز لي الانتيبادي. طيب ايضا بعض البكتيريا، بعض البكتيريا بتخلص البيئه من التوكسيك كيميكال، بتخلص البيئه من الويست برودكت، بتخلص البيئه من البترول. انتوا مثلا ممكن تسمعوا انه انكب بترول، انكب بروتول، انكب بترول على البحر، فجبنا بكتيريا تنظف البحر من البترول. ايش اسمها هذه البكتيريا؟ سودومونا. ايش اسمها هذه البكتيريا؟ سودومونا، سودومونا. بتخلص الانفايرمنت من الهازارد، من الهازارد، من المخاطر والاشياء زي الاويل سبيلز لما يصير تسرب للاويل، وزي التوكسيك كيميكال، وزي الويست. تمام. طيب هيا اخوانا البلازميد عباره عن دي ان اي برا الكروموسوم الاصلي تبع البكتيريا. تمام. في حاجه بسموها يا اخوانا الترانس بوسون، حاجه بسميها الترانس بوسون، هو قطعة من الدي ان اي. ما هو الترانسبوسوم؟ مهم جدا هذا الاشي. الترانسبوسوم عبارة عن قطعة من الدي ان اي تنتقل على نفس البكتيريا، بتنتقل في نفس البكتيريا. بالله عليكم اهم نقطة تقولوا لي، بتنتقل في نفس البكتيريا. هذه القطعة من الدي ان اي ممكن تنتقل من البلازميد للكروموسوم تبع البكتيريا، او من الكروموسوم يعني او من الكروموسوم تبع البكتيريا للبلازميد، او من البلازميد للبكتيريوفاج، او من البكتيريوفاج للبلازميد، او من البكتيريا للبكتيريوفاج، او من الكروموسوم تبع البكتيريا للبكتيريوفاج، او من البكتيريوفاج للبكتيريا. فهذه عباره قطعه من الدي ان اي لترانس بوسون، pieces of the DNA جاهزة إنه تتحرك من site to another على نفس DNA، آسف على نفس البكتيريا، على نفس البكتيريا. يعني مثلاً من DNA تبع البكتيريا إلى البلازميد، أو من البلازميد إلى DNA تبع البكتيريا، أو من البلازميد للبكتيريوفاج، أو من البكتيريوفاج للبلازميد، وهكذا. فبيسموها يا إخواننا الانتقال على نفس البكتيريا. تمام إخواننا، الانتقال على نفس البكتيريا، بعيد وبكرر، الترانسبوزون بيصير الانتقال على نفس البكتيريا، فبيسموها جامبينج جين. بيسموها إيش؟ جامبينج جين، عشان بتقفز من مكان لآخر بس على نفس إيش؟ البكتيريا. تمام. يعني مثلا لو إحنا نشوف هان، شايفين هذه القطعة يا إخواننا؟ هذه هي الترانسبوزون، شايفين انقصت، انقصت وانتقلت هان، وانتقلت ايش هان؟ شايفين انتقلت هان، شايفين انت حتى انتقلت على نفس الدي ان اي، يعني انتقلت من الكروموسوم لنفس الكروموسوم. فهمنا يا اخواننا؟ يعني ممكن تنتقل من الكروموسوم تبع البكتيريا لنفس الكروموسوم تبع البكتيريا، سبحان الله. فهمنا؟ تمام. فلاحظ ايش صار، صار كات للقطعه ثم لزق. اذا صار كات ثم بيست ميكانيزم، يعني قص ولزق، شايفين؟ طيب هجيت هريت هانا لما ارتبطت، هانا لما ارتبطت، والله يا اخواننا ممكن ترتبط بجين، بجين
كان هذا الجين عبارة عن antibiotic resistant جين. ها ترتبط بجين صدفة تعطيني antibiotic resistant جين، أو ممكن ترتبط صدفة تدمر جين مهم للبكتيريا. أعيد يا إخوانا، لما انقطعت من هان وارتبطت من هان، ممكن يا إخوانا لما انقطعت من هان دمرت جين كان أصلي وكويس وجين إزينشيال للبكتيريا، تمام؟ ممكن يعني هذا كله باي تشانس، بواسطة الفرصة. وممكن لما ارتبطت دمرت جين كان مهم للبكتيريا فالبكتيريا ماتت، أو ها ممكن لما انقصت وارتبطت هان كونت جين، هذا الجين ريزيستنت للأنتيبايوتيك. سبحان الله، كونت جين يعني بيساعد البكتيريا، كونت جين ريزيستنس للأنتيبايوتيك، أو ممكن كونت جين بيساعدها في إشي معين، أو ممكن قصت وانتقرت وما صارش أي تغيرات وبالتالي قطعة بتنقص بتنتقل من مكان لآخر. لما تنتقل من مكان لآخر ممكن تنتقل تدمر جين، أو تصنع جين جديد، أو تصنع antibiotic resistant جين جديد، وهكذا. أو ممكن يا إخوانا إيش يصير؟ شايفين؟ يصير كوبي لهذه القطعة ثم بلزق. فلاحظ بتصير هانا موجودة القطعة وهانا موجودة القطعة، فما صار قص ولزق، لا صار نسخت القطعة، فصارت هذه القطعة قطعتين، قطعة ضلت مكانها وقطعة أجت هان، فصار كوبي نسخ ثم بيست. شايفين؟ نسختها ثم لزقتها، فصارت هانا موجودة القطعة وهانا موجودة إيش القطعة، تمام؟ طيب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. شايفين يا اخواننا هاي الترانسبوزون جين، بس ايش بقول لك؟ بقول لي الترانسبوزون جين بتحده من هان وبيحده من هان حاجه بسموها اللهم صل على نبينا محمد انفيرتد ريبيت. طبعا ايش يعني انفيرتد ريبيت وايش قصده بهذا الكلام؟ هذا حناخده اعتقد بشابتر 3 او بشابتر 4، بس خلاص احنا بدنا نفهم انه انفيرتد ريبيت. لاحظ بقول لي الترانسبوزوم يحتوي على اربعه ايدنتيكال دومين، اربعه من الدومين. اول دومين عباره عن انفيرتد ريبيت، فهذا الترانسبوزوم بيحده من القدام ومن الخلف انفيرتد ريبيت. انفيرتد ايش؟ ريبيت. طيب هذا الانفيرتد ريبيت بتساعد الترانسبوزوم انه لما ينقص يركب كويس بالريسيبيانت دي ان اي، يركب كويس في الدي ان اي المستلم. يعني هذه القطعه الصفراء عباره عن انفيرتد ريبيت، والقطعه الصفراء هذه انفيرتد ريبيت، ايش وظيفتها؟ وظيفتها تخلي الترانسبوزوم هذا هو الترانسبوزوم، تخلي الترانسبوزوم تقدر تمسك في وين؟ في الريسيبيان دي ان اي، في الريسيبيان دي ان اي، اي في الدي ان اي المستلم. فهمنا ايش وظيفة الانفيرتد ريبيت؟ بتساعد قطعة الترانسبوزوم تمسك في الريسيبيانت دي ان اي. طيب الان الدومين الثاني هو الجين تبع الترانسبوزوم. الدومين الثاني هو الجين تبع الترانسبوزوم. طيب الدومين الثالث ها هو الريبريسور. الريبريسور هل يتيق قوانا أنا لازم إشي يتحكم بالترانسبوزوم جين. أعيد، الدومين الأول كان الانفيرتد ريبيت، الدومين الثاني كان الترانسبوزيز عشان كنت أتكلم في أخويا وانشغلت شوي معلش. الترانسبوزيز إيش الترانسبوزيز؟ هيت إخواننا الترانسبوزيز هو اللي راح يساعد الترانسبوزوم ينقص من هنا وينقص من هنا ويتلزق. إذا في حاجة بسموها الترانسبوزيز بيساعد الترانسبوزون إنه ينقص، وفي حاجة بسموها الانتجريز بيساعد الترانسبوزوم إنه يتلزق. انتجريشن. فإذا الدومين الأول الانفيرتد ريبيت، هذا الانفيرتد ريبيت بيساعد في الانتجريشن أيضا للترانسبوزوم.
الدومين الثاني الترانسبوزيز اند الانتجريز. الترانسبوزيز هو اللي راح يقص الترانسبوزوم، والانتجريز هو اللي راح يلزق الترانسبوزوم. واحد قال لي طب الانفيرتد ريبيت ايضا ايضا بيساعد في عمليه التلزيق للترانسبوزوم. طيب الدومين الثالث بنسميه الريبريسور، اللي هو اللي راح يعمل ريجوليتد للسينثيسيس تبع الترانسبوزوم، هو اللي راح يعمل ريجوليتد، هو اللي راح يعمل ريجوليتد للترانسبوزيز، هو اللي راح يعمل ريجوليتد لكل الاشي، هو اللي راح يعمل ريجوليتد للدومين الرابع. الدومين الرابع هو الجين اللي بيحمله هذا الترانسبوزوم، اللي هو الانتي بايوتيك جين. الدومين الرابع هو الانتي بايوتيك جين، هو الانتي بايوتيك جين او جين اي شيء، مش شرط انتي بايوتيك جين يا اخوانا. شايفين حتى الانتي بايوتيك جين هنا في، انا عندي انفيرتد ريبيت وهنا انفيرتد ريبيت. فاي قطعه في الترانسبوزون تحتوي على انفيرتد ريبيت تحتوي على انفيرتد ريبيت. واحد قال لي ما فهمناش، انا شرحتها يا اخوانا بالعجل وبسرعه عشان باذن الله عز وجل راح ناخذها في شباتر اخرى بشكل مبسط وبشكل جميل اكثر من كده، تمام؟ بس احنا ايش بدنا نطلع من الترانسبوزون؟ الترانسبوزوم قطعه بتنتقل من دي ان اي من الكروموسوم، ممكن على نفس الكروموسوم او على البلازميد لنفس البكتيريا او على البكتيريوفاج لنفس البكتيريا، تمام. ممكن هذه القطعه تكون كات اند بيست او كوبي اند بيست. هذه القطعه الترانسبوزون يحتوي على اربع دومين. الدومين الاول اللي هو الانفيرتد ريبيت بيكون بتوين شورت دي ان اي. الانفيرتد ريبيت بتوين في بدايه الشورت دي ان اي ونهايه الشورت دي ان اي. الدومين الثاني الترانسبوزيز اند الانتجريز. الترانسبوزيز هو اللي راح يقدر يقص هذه القطعه، والانتجريز هو اللي راح يقدر يلزق هذه القطعه. الدومين الثالث الريبريسور هو اللي راح يتحكم في الترانسبوزيز وراح يتحكم في الدومين الرابع. الدومين الرابع هو الجين اللي انا راح اكونه، هو الجين اللي انا راح اكونه. بهيك بكون خلصنا المحاضرة هذه، يعطيكم العافية جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.